عزيزي الشاب المسلم المهاجر الغضبان، أنا ممكن أكون بالنسبة لك مجرد واحد كافر أو مرتد أو زنديق، بس صدقني أنا معاك مش ضدك. وعايز أوجه لك رسالة كان نفسي توصلك من حد تاني مش مني أنا، كان نفسي توصلك من شيخ الأزهر أو من إمام المسجد بتاعك أو من زعيم واحدة من المنظمات الإسلامية في الغرب، لكن بما إن محدش منهم بعت لك الرسالة دي، بما إن محدش منهم مهتم بيك وبحياتك وبمشاكلك، اسمعها مني أنا. مش مهم أنا مين، المهم مضمون الرسالة دي إيه. اسمعها بضميرك وبعقلك وبقلبك، يمكن تلاقي فيها جزء من الحقيقة أو قدر من الحكمة. في شباب مسلمين كتير في أوروبا تعبانين وغضبانين، عندهم مشاكل كتير ومش لاقين لها حل. بعضهم بيدور على طريق سريع للخلاص من كل المشاكل، طريق سريع يريحهم من الحياة المتعبة من ناحية ويوصلهم للجنة من ناحية تانية. منهم اللي بيروح يحارب في سوريا، ومنهم اللي بياخد عربية ويروح يدهس بها ناس أبرياء ملهمش ذنب، ومنهم اللي بياخد سكينة ويروح يطعن ناس كل ذنبهم إنهم قبله ساعة غضب. هم بيبقوا فاكرين إن الطريق السريع ده حيوصلهم للراحة والخلاص، مفكرين إنهم بكده بيساعدوا نفسهم وبيخدموا قضية الإسلام وبيساعدوا المسلمين، لكن للأسف الطريق ده بيوصلهم لموت رخيص بيدمرهم ويدمر عائلاتهم وبيضر المسلمين سواء في أوروبا أو في البلاد الإسلامية. في الأسابيع والشهور اللي فاتت شباب مسلم قام بجرائم عنف كتيرة جدا وغير مبررة في مدن أوروبية، دهس وطعن وتفجير وضرب نار، ضحايا كتير سقطوا من بينهم أطفال ونساء وحتى مسلمين كانوا بين الضحايا. اليمين المتطرف في أوروبا استغل الأحداث دي وبدأ حملة شرسة ضد كل المسلمين، بس برضو الأوروبيين العاديين بيسألوا نفسهم إحنا أطفالنا ذنبهم إيه عشان يموتوا مدهوسين أو متفجرين، وكمان المسلمين المسلمين بيسألوا نفسهم إحنا ذنبنا إيه عشان كل مرة عمل جرائم عنف تحصل الناس تبصلنا بعين الاتهام ويفضلوا ونفضل إحنا بقى نبرر ونعتذر. عزيزي المسلم الغضبان، أنا مش عارف أنت واقف فين بالظبط من الأحداث دي، ممكن تكون رافض للعنف بس ما بتتكلمش، فلازم أقول لك ارفع صوتك واستنكر العنف وحارب ضده في الجامع اللي بتصلي فيه أو في بيتك قبل الأمور ما تتعقب أكتر وقبل كلنا ما نخسر. ممكن تكون مش موافق بس بتبرر العنف وتقول ما هو برضو أطفال المسلمين بيموتوا في العراق وفي سوريا وبرضو ما لهمش ذنب. عايز اقول لك لا يمكن نعالج خطأ بخطأ اكبر مني، ولا يمكن نبرر القتل بالقتل. وممكن تكون موافق على العنف او متعاطف معاه، لو كده يبقى عايز اقول لك ان اللي موافق على جريمة هو كمان مجرم. ممكن تكون وصلت لدرجة من الغضب مخلياك انت كمان بتفكر تاخد عربية او سكينة وتروح تقتل الكفار عشان ترتاح وتاخد اقصر طريق للجنة. لو كده يبقى باقي الرسالة دي موجهة ليك انت. عايز اسألك سؤال، تحب تبقى بطل قدام نفسك واهلك وقدام اهل البلد اللي انت مغترب فيها، ولا تبقى بطل بالوهم قدام نفسك بس قدام كل الدنيا متطرف ومجرم وارهاب؟ تحب تعيش وتخلي غيرك يستفيد من حياتك، او تموت وتموت معاك ناس كل ذنبهم انهم قبلوك ساعة غضبك؟ تحب تخلي أهلك فخورين بيك، ولا عايز والدتك تموت بحسرتها عليك وانت رجع لها جثة ممزقة أو محروقة، وأبوك يطلع يعتذر عن اللي انت عملته على شاشات التلفزيون؟ مش كل حاجة بنعتقد إنها الحقيقة تبقى فعلا حقيقة، ومش كل الطرق المختصرة بتوصلك للهدف أو بتحل مشاكلك. أنا حاسس بيك وحاسس بغضبك وعارف إن غضبك ده مبرر، لأني مريت باللي انت مريت بيه لما كنت في سنك. كنت غضبان وكنت متعصب وكنت عايز أقتل الكفار. ممكن يكون الغضب ده بادئ معاك من طفولتك، ممكن حسيت بالظلم في البيت والمدرسة ونظام التعليم العربي اللي احنا كلنا عانينا منه، واللي علمنا اننا نكره بعضنا حتى لو من نفس الدين عشان واحد سني وواحد شيعي، ونكره بعض عشان واحد مسلم والتاني مسيحي. يمكن غضبان عشان اتربيت وسط عنف أسري وما شفتش حب وحنية.
يمكن عشان أبوك كان بينكسف يحضن أمك أو يبوسها قدامك، بس ما ينكسفش يضربها قدامك. ويمكن أنت كمان تعرضت لعنف وتعنيف خلاك تفقد الثقة في نفسك وربى الخوف جواك من الصغر. يمكن كل ده غرس جواك إن العنف هو أول وأسهل الطرق لحل المشاكل والخلافات. يمكن حاسس بالغضب عشان دورت على شغلانة شريفة في بلدك وما لقيتش، عشان الشغل بقى بالواسطة والمحسوبية، أو لقيت شغلانة ورئيسك في الشغل طلع عينك أو وقف في طريقك عشان مش عايزك تبقى أحسن منه، أو حسيت بالقهر من ضابط شرطة عشان هو في إيده سلاح وانت لا. يمكن حاسس بغضب لأنك حبيت بنت وما قدرتش تتجوزها عشان ظروفك المادية الصعبة. يمكن حاسس بالغضب عشان أهلك باعوا اللي وراهم وقدامهم واستلفوا عشان يدفعوا لك تكلفة السفر لأوروبا، وانت بتحاول تجمع فلوس عشان تبعت لهم بس الظروف ما بتسمحش. يمكن جيت عن طريق سمسار هجرة وخاطرت بحياتك في وسط البحر وبعدين ما لقيتش شغل، أو قدمت طلب لجوء وترفض. يمكن حاسس بغضب عشان الغربة صعبة وعشان كل شيء في أوروبا مختلف عن بلادنا، الثقافة ودرجة الحرارة والأكل وأسلوب التعامل بين البشر. اللي بيسافر بيتحمل دايما ضغوط كتيرة، بيئة مادية وضغوط أسرية وكبت جنسي أو الدخول في علاقات غير شرعية بيترتب عليها شعور بالذنب وعذاب الضمير والخوف من نار جهنم. يمكن حاسس بغضب لأن بعض الأوروبيين مش فاهمينك أو بعضهم بيعاملك بعنصرية. عندهم عنصرية، عندهم عيوب، بس احنا كمان مش ملايكة ومش احسن منهم، وإلا ما كناش سيبنا بلادنا وجينا عندهم. حتى كبار رجال السياسة والبيزنس في بلادنا بيجوا عشان يتعالجوا هنا، ده حتى يا شيخ بعض الشيوخ اللي بيحرضوك على الجهاد في سبيل الله ضد الغرب الكافر بيجوا يتعالجوا ويتفسحوا هنا وبيعطوا أولادهم يدرسوا في جامعات الغرب الكافر. شوف، أنا عايز أقولك على حاجة، الغضب في حد ذاته شعور صحي، معناه إنك ما بتتجاهلش المشاكل، بس كبت الغضب هو المشكلة، كبت أي شعور هو المشكلة. لو جبنا براد شاي وملناه مية وحطناه على النار وغطيناه وسدينا فتحاته كلها هينفجر بعد فترة، ده رد فعل طبيعي. لكن لو شلنا الغطاء من عليه ايه اللي هيحصل؟ المية هتتبخر شوية بشوية لحد البراد ما يبقاش فيه ولا نقطة. ده بالظبط اللي بيحصل مع الغضب، لو كتمته هينفجر فيك ويأذيك ويأذي اللي حواليك. لو شلت الغطاء وبصيت في البراد، لو اعترفت بوجود غضبك وعرفت اسبابه الحقيقية مش هيتحول في اتجاه يأذيك، مش هتضطر تجعل من المشكلة فضيلة، مش هتضطر انك تدور على شيء تنفث بيه عن غضبك وتسميه بقى وازع ديني او واجب مقدس او شهادة في سبيل الله، لان ده سبيلك انت وغضبك انت ومليش دعوة بالله. لو ما قدرتش تعرف اسباب غضبك الحقيقية بنفسك، هيجي واحد تاني ويقنعك باسباب وهمية، اسباب وهمية مش موجودة ضمن الاسباب اللي احنا قلناها دي كلها. هيقولك الغرب الكافر هو السبب، او الحرب في سوريا او افغانستان او جارك المسيحي، والشخص المحرض ده مش هيساعدك تلاقي حل لمشاكلك، لانه مش عايزك تتغلب على مشاكلك، ده عايز يتاجر بيها. من الاخر مش عايزك تعيش حياتك، لان موتك بالطريقة اللي هو بيحددها بيديله نقاط في رصيده ودولارات في حسابه البنكي. صدقني، اللي بيحب حد عمره ما هيحرضه على الموت، اللي بيحب حد بيشاور له على طريق الحياة وبيوريه وسائل يحل بها مشاكله. صدقني، مفيش قضية واحدة في الدنيا دي تستاهل انك تموت بسببها، لكن في اشياء كتيرة تستحق انك تعيش لها. ربنا المفروض هو اللي خلقك، والمفروض هو اللي يدافع عنك ويحميك، مش مستني حمايتك ليه او دفاعك عنه وعن دينه. مش بيقسم الناس اللي المفروض هو اللي خلقهم فريقين ويقول لفريق روح اقتل الفريق التاني. فين العدل في كده؟ انت مسلم ليه اصلا؟ عشان اتولدت في عيلة مسلمة، مغربي او تونسي او مصري او باكستاني ليه؟ عشان ابوك وامك مغاربة او تونسيين او مصريين او باكستانيين. يعني صدفة جغرافية وجينية بحتة هي اللي عطيتك هويتك الدينية والقومية، واللي انت بتسميهم كفار برضو نفس الشيء، صدفة خلتهم يتولدوا في فرنسا او اسبانيا او السويد او فنلندا. يبقى فين العدل ان ربنا يحبك ويدخلك الجنة عشان مسلم، ويكرههم ويدخلهم النار عشان مش مسلمين؟
يبقى فين العدل لما واحد من الكفار دول يقضي عمره كله يدرس ويبحث عشان يخترع البنسلين او علاج للسرطان او امراض الكلى وفيروس سي او حتى التليفون او الاير كونديشن اللي انت بتقعد فيه في عز الصيف وتستمتع، لما ده كله يعمله ويخش النار عشان مش مسلم، وانت بقى تخش الجنة عشان ضربته بعربية او بسكينة وجريت. ما فكرتش مرة ان اللي ممكن تضربهم بسيارة دول ممكن يكون حد فيهم بيشتغل في شركة أدوية بتنتج علاج الست والدتك بتتعالج بيه من السكر أو الروماتيزم؟ مش ممكن يكونوا نفس الناس اللي بيدفعوا من ضرائبهم عشان تاخد انت معونة اجتماعية أو تأمين صحي؟ وحتى يا شيخ لما بيساعدوكش فما زالوا لا يستحقوا منك العنف؟ ذنبهم ايه انهم فتحوا لك بلدهم وعطوك سكن وحماية؟ هو ده رد الجميل؟ ذنب المسلمين العاديين ايه؟ انهم بعد انت ما تعمل عملتك وتموت يتعرضوا هم لعنصرية ولوم والدنيا تضيق في وشهم. قبل ما تاخد عربية او سكينة عشان تقتل ناس، اسأل نفسك مين هيستفيد من عملك؟ انت؟ لا، المسلمين؟ ما ظنش. قضية الاسلام؟ بالعكس، صورة الإسلام بقت في الحضيض بسبب الأعمال اللي انتوا بتعملوها دي. تخيل ان من بين ضحاياك أم غرقانة في دمها وطفلها الصغير مسكك من إيدك وقال لك عملت كده ليه؟ أمي عملت لك إيه؟ إيه ذنبي أنا أقضي حياتي كلها يتيم؟ هتقدر تبص في عينيه وتقول له الإسلام أمرني بكده؟ هتقدر تقول له كده بضمير مرتاح؟ بذمتك مش شيء مؤسف إن المسلمين عمالين يقولوا الإسلام دين السلام ودين الرحمة وكل يوم نسمع عن عمل إجرامي عمله مسلمين؟ مش شيء مؤسف إن كلمة الله أكبر اللي بيقولها المسلمين في صلاتهم وهم خشعين ومسلمين بقت مصدر رعب للعالم كله؟ تخيل انت النهاردة لو حد راح فرح او ماتش كورة او حفلة او قهوة وصرخ الله اكبر، الناس هتجري زي الفيران المزعورة. مش شيء محزن اننا بقينا مصدر خوف ورعب بدل ما نبقى مصدر سلام وطمأنينة؟ ليه كده؟ مين اللي وصلنا لهنا؟ انت في ساعة غضبك ما بتشوفش كل ده، ما بتشوفش غير نفسك وهدفك وبس، ما بتشوفش غير الجنة والحور العين بس. تفتكر ان الانانية ممكن تدخل حد الجنة؟ انت بجد مصدق انك لو قتلت ناس ابرية هتتغدى مع النبي في الجنة؟ مصدق ان ربنا مستنيك فعلا ب 72 حرية عشان يكافئك بالجنس على سفك دماء الابرياء؟ طب ما سألتش نفسك ليه ما فيش شيخ واحد من اللي بيدعوك للجهاد دول راح هو وجاهد بنفسه في سوريا او فجر نفسه عشان يتغدى مع النبي؟ ليه محدش منهم اخد السيارة الهامر او المرسيدس بتاعته وراح دهس بيها الكفار بعد ما يتفسح في اوروبا؟ ليه بيدعوك انت للجهاد ضد الغرب بس يروحوا يتفسحوا ويعملوا شوبينج عندهم؟ ليه ما بيبعتش ابنه يجاهد وانما يبعتك انت؟ يبعت ابنه يدرس في امريكا ويبعتك انت تموت؟ ليه حياتك عنده ارخص من حياة ابنه؟ ليه ما يدكش منحة دراسية بدل ما يديك جواز سفر للموت؟ ليه ما يبنلكش مستشفى او مدرسة بدل ما يقولك روح فجر نفسك؟ الشيخ ده بياخد ملايين الدولارات من السعودية وقطر ودول خليجية تانية، هم بيدفعوا الملايين دي مش عشان نصرة الاسلام، لا، دول عندهم مصالح في العراق وسوريا واليمن وليبيا وبيتخانقوا مع بشار وايران على حقول بترول وانابيب غاز، ادي كل المشكلة. وكل طرف بيجند جنود مرتزقة يقاتلوا بالنيابة عنه وبيجند شيوخ يشجعوا الشباب على الجهاد، ادي كل الحكاية. انت بالنسبة لهم مجرد عود كبريت بيستخدموه مرة واحدة وبعدين يرموه. شفت بقى ان الاكل اللي انت بتسقف له او اللي انت ناوي تعمله ده مش بطولة؟ مش بطولة انك تقتل الناس امنين ما عملكش حاجة؟ مش بطولة انك تهرب من صعوبات الحياة وتسمي هروبك جهاد؟ البطولة انك تواجه الصعوبات دي وتتخطاها، انك ما تسيبش غضبك يخطفك للموت والدمار، انك تسيب اثر جميل في الدنيا دي مش تسيب حفرة تفجير او اثر دماء واشلاء. الجهاد الحقيقي هو انك تلاقي طريقك انت في الحياة وما تمشيش ورا قطيع، انك ما تقلدش التانيين وانما تبتكر وتبدع. مش واحد خد عربية وخبط يبقى انت تقول اه وانا كمان عايز اخد عربية واخبط.
مش واحد خد سكينة وموت ناس يبقى أنا كمان أخد سكينة وروح موت ناس. لا، الجهاد إنك تستثمر طاقة غضبك في شيء مفيد. عايز تغير العالم، ابدأ بترتيب سريرك وتنظيف غرفتك، تعلم مهنة شريفة وحاول، ولو فشلت حاول تاني، اتجوز وهات أولاد واغرس فيهم الخير وعلمهم يحترموا الناس مهما كان دينهم أو أصلهم. هي دي الأعمال اللي تستحق الجنة، مش إنك تضرب واحد بسكينة وتجري. الجنة مش للبلطجية. الكراهية لا يمكن تجيب لك الخلاص. اغرس خير هتحصد خير، اغرس حب هتلاقي حب. الدنيا مليانة ناس طيبة وأشياء كتيرة جميلة. لا، كونك ما لقيتش وظيفة أو طلب الهجرة بتاعك أو اللجوء اترفض مش نهاية العالم. دور وكافح تاني. أنا أعرف ناس كتير بدأوا من الصفر وحاولوا فشلوا وحاولوا تاني ونجحوا. كل مهاجر بيمر بالظروف دي. ما تستسلمش بسرعة، ما تيأس بسرعة. دور على الطيبة في قلبك هتلاقيها، هتلاقيها حواليك. ما تيأس، لسه الطريق طويل. والحب هو الطريق، هو الأمل، هو الحياة. هتبقى السكينة اللي في إيدك دي واغزي الشباب. سلام.